السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من فيتو بيس. معانا الضيف الغالي فوكس عمر حبيب قلبي، خذها ما فتحت ولا قلبي. الأوتاكو رائع من قناة فوكس عمر، غني عن التعريف. نورتنا يا حبيبي، نورتنا في الفيتو. الله يعزك بنوركم اجمع، ونفس ما اقول دائما بكل مقاطعي ويسو ويسو. خلونا نبدا. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طيب بما انك ضيف عندنا اليوم يا فوكس، فالسؤال الاول يروح لك على طول. والسؤال يقول: بما أن حكومة العالم لا تستطيع تدمير البونيكليف، لماذا لا تجمعه عندها في المقر الرئيسي مثلا؟ أنا أقول في البداية أول شيء إن لازم تلقي البونيكليف، سواء إحنا نتكلم عن مثلا البونيكليف الأحمر. البداية لازم تلقي البونيكليف، وهذا شيء صعب لأنه أولا مبعثر في أنحاء العالم، عالم جديد، في واحد مثلا عند اليونكو هذا، عند اليونكو هذا، فصعب. وطبعا في بعضهم اللي مو معروفين في العالم، فانت صعب تعرف مكانهم في الاول عشان تقدر تجمعهم. لكن فرضا اذا جمعناهم ما راح يستفيدون منهم شيء يعني في النهايه. حلو، جميل جدا. الله 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 الله، رود ابو حمزه من البدايه داخل بشاره. ايش يلا روح. لا مو شر، وما في اضافات، وما في اضافات الا فيه. لو افترضنا ان حكومة العالم جمعتهم في مكان واحد وجاك قرصان مطنوخ، يصير هدفه عشان يصير ملك القراصنة يقتحم هذا المكان الواحد وينتهي، يصير ملك القراصنة. فانا كده سهلت مهمة القراصنة، بدل ما انه هم شاتر وما يقدر وهدفه مستحيل، انا كده اقول له تعال بسرعة يا حبيبي كلكم يقلبوا علي وتعالوا احصروا على الوان بيس، وهذا الشيء يضرهم ما ينفعهم. وايضا لو سوتها حكومة العالم ممكن تتولد خيانات من الداخل لما يعرفوا إيش الكنز وإيش الشيء هذا، فهذا الشيء يعني يحمل خطر أكثر مما يحمل منفعة. فليش أنا أسويه؟ لا خلي الدنيا عايمة كده. خلها الله يا عمي. قناع الله. إضافة طويلة، إضافة بفيتو، إضافة بفيتو حلو صراحة، ممتاز. أي. ننتقل للسؤال اللي بعده لك يا أخوي إبراهيم. السؤال يقول: شفنا أن أولاد البيج مام كاتاكوري وأوفن وديفوكو توأم، والوحيد اللي فهمه وأسنانه غريبة هو كاتاكوري مع أنهم توا، هل يوجد تفسير؟ هل هم فعلا أبناء كايدو؟ بس نعامي تفضل. أنا أقول للي سأل السؤال: هل الاختلاف الوحيد فيهم اللي شفت الأسنان؟ كل شيء فيهم مختلف، هم توأم، لكن في نوعين من التوأم، النوع المتطابق والنوع الغير متطابق. هم توأم غير متطابق، مما يعني أن كل واحد له شكله الخاص، له ألوانه الخاصة، له كل شيء خاص. كونهم أبناء كايدو بسبب أسنان كاتاكوري وما إلى ذلك، أنا والله لو بشوف شيء يشابه بين كايدو وكاتاكوري فهي اللفة دي اللي على كتفه يعني، فما له علاقة. لا أعتقد أنهم أبناء كايدو، وما اعتقد كايدو بيرتكب جريمه شنعاء انه يخلف من البيج مام، فلا اعتقد. السؤال اللي بعده يعود لك ابراهيم بعد الباص، والسؤال يقول: من القرصان الذي يقصده شانكس للجروسي، وما المقصود بمنصب شانكس عند الجروسي؟ شوف، المنصب عند شانكس انا ما شفت انه توضح انه في منصب لشانكس عند الجروسي، هو زي ما تقول يعني اكثر، انا اكثر ما اشوفه انه يعني يعني لما تكون في قوة عظمى هنا وهنا ممكن يتكلمون بالحوار بالاخذ العطاء، ان انا اكلمك وتكلمني وبس. هذا اللي اشوف وجهة نظري، ما اشوف انه عنده رتبه ولا شيء او تحالف او مثل ما يقولون بعض الناس خيانه. هذا وجهة نظري الشخصيه. القرصان انا مراهن 100% انه كان يقصد تيج، ممكن غيري يختلف عني هذا الشيء، لكن انا اشوف نتيجه. والسلام عليكم. قنعة منطقي. السؤال اللي بعده ماجد بسرعه. السؤال اللي بعده لعبد الجليل، ويقول: هل تعتقد ان مبادئ طاقم قبعه القش راح تؤدي الى تقديم تضحيات كبيره؟ فمثلا لولا مبادئ سنجي ما يخلي سم بالطعام حقه،
لكان تخلص من اكبر الاعداء التي للطاقم التي هي البيجما باس ستيل قال باس قبل فوكس عمر قال باس جميل انا اعتقد ان في بعض الاعضاء طاقم مو كلهم يعني مثلا سانجي نعم عنده اكثر من قناعه ممكن تضر الطاقم اكثر من تفيده في المستقبل مثل سالفة انه ما يضرب نساء وانه ما يتقاتل ضد نساء مثلا لو واجهنا في المستقبل طاقم مليان بقراصنة نساء يعني مثلا الكوجا وكانوا اعداء لنا فايش اللي بيسويه سانجي في هذا مثلا احنا وتواجهنا 10 ضد 10 او 9 ضد 9 ايا كان العدد فيعني عندنا واحد ناقص من طاقم قبات الخيش فصراحة صعب أيضا عندنا مثلا تشوبر وقناعاته كونه طبيب إنه لازم يعالج كل شخص مريض أو مصاب فنعم مضر بشكل جدا كبير نعم لا. أنا أوافق وبشدة صار دحون كلهم بعاجبك لا ما اعترض على الضيف ايش دعوه ايش قصدك ايش قصدك لا ما سريع ومنطقي وقنع ايوه انا اعترض على الضيف فيتو بالنسبه لي المبادئ المفروض انها ما يتم التنازل عنها مهما كان يعني اذا انت بتحقق حلمك على سبيل انك تتخلى عن مبادئك فلا خير فيك يعني المفروض ان في حال عندك مثل هذه المبادئ زي سانجي انه ما يقدر يضرب امراه زي ما صار في انسلوبي تفزع لك نامي تفزع لك روبن تفزع لك زورو زورو ما عنده مشكله تفزع لك زورو يفزع لك تفزع لك اسلم راسك عادي كلها تؤدي كلها تؤدي لنفس الغرض الزبده والمهم في الموضوع اللي في النهايه تجي فزعه ويعني هم طاقم يعني يكملون بعض اللي ينقصنا يعني لوفي قالها قدام أرلونج بالطريقة هذه أنا ما أعرف أكثر أنا ما أعرف أطبخ ما أعرف هذا شنو فأحتاج الطاقم عشان يكمل فيتو من قال لا أنت 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 أنا سمعت النعامي أول عندك أنا سمعت النعامي أول والله هو قال قبل بس صوته ضعيف ماجد كلامك منطقي لكن اللي قاله لوفي قدام أولينج لا يتوافق مع الأشياء الثانية أنا أرى مبادئهم أكبر عائق وخطر على الطاقم سنجي مبدأ أنه ما يطق بنات أنه ما يرضي يحط سم في الأكل شبه المبادئ هذه التخلي عن مبادئك والتنكر لها وإنكارها هذا عيب لكنك تعوض حياة من معك في الطاقم للخطأ بسبب مبدأ قد لا يكون مهم وقتها هذه مصيبة يعني سنجي يوم طقه كلفه ودوزه في بطنه ما يدري ان نامي جاية كان ممكن ينهزمون وتضيع روبن عليهم بسبب هالشيء انا اشوف ان في بعض المبادئ لازم يتنزلون عنها احسنت رايكي يعود السؤال لك عبد الجليل بعد الباس والسؤال يقول شانكس عند قبر الوايت بيرد وايس قال لقد تفاجأت من ردة فعل ايس الاخيرة هل هذا يعني انه كان يراقب من بعيد باس ستيل لك يا ابو يماني رغم انك سويت ستيل يلا شانكس لما قال تعجبت هذا الشيء يدل انه كان شايف الحرب مش انه موجود فيها الارخبيل شابوندي كانوا يشوفون الحرب كيف كانوا يشوفون الحرب عن طريق الدندن موشي اللي كان مع باقي وكانوا يعرضون حكومة العالم او البحرية في الحرب فبالتالي في دندن موشي يعني وصل لكل العالم حتى في الارخبيل ما استبعد انه شانكس يكون عنده واحد في السفينة ويشوف احداث الحرب وهو جاي في الطريق فطبيعي اللي صار هذا من الدندموش عادي السؤال اللي بعده يعود لعبد الجليل وهو سؤال شوي ملحوس لنفترض ان شخص سلح جسده بالكامل بهكي التسلح والتسلم مثل ما فعل فيرجو فهل تستطيع سمودي بنت البيج مام ان تعصرها بفاكهتها دون ان تستخدم التسلم كما فعل لاو بفيرجو بواسطة قدرته هذه المشكله تحتاج اجابه طويله ولكن باختصار نعم تستطيع اذا ما كان يقاوم اذا ما كان يضرب اذا ما كان يدافع عن نفسه تستطيع عصره طبيعي جدا الهاكي اثر في مستخدم الفاكهه ما ياثر في عمل الفاكهه نفسها سبيل المثال ايفانكوف كان يستخدم الهاكي في مواجهته مع ماجلان لكنه تسمم وطاح وصار له الأثر اللي صار السؤال اللي بعده لك يا أحمد اليماني ويقول لماذا البيج مام لا تضع روح في البرقلف ليخبرها بما تريد باس يلا فوكس عمر اعترفت عليك خذ هذا باس يعوضك أنا أعتقد أن ممكن في شيء خاص في الحجر نفسه
الى ان نعرف ايش مزايا الحجر هذا، لان نحن نعرف انه لا يمكن كسره، فيمكن انه في المستقبل نعرف انه لا يمكن التاثير عليه حتى بفواكه الشيطان. فلهذا انا اعتقد ان هذا الشيء ممكن نعم يصير، فالبقمه ما راح تقدر تاثر عليه وتحط عليه روح. رايك رجع الباص حقك، رجع الباص والله ما تكفيته والله انت بس. السؤال اللي بعده لك يا احمد بعد الباص، ويقول اللحيه البيضاء في حرب الماريفورد قال انا لا استطيع ان ابقى الاقوى للابد، هل هذا يعني انه وقت الحرب كان في شخصيات اقوى منه مثل شانكس وكايدو؟ شوف ان في اقوى منه في الحرب يخسون ويعقبون شخصيات ون بيس كلهم، في وقت الحرب لما جاء هو اقوى رجل، ولو ما تم الغدر فيه وتواجه مع اي شخصيه واحد لواحد دعس خشمه. لا كايدو لا بيج مام لا شانكس، شانكس هذا عنده مسواك ولا احد، انسى الموضوع ما حد يقدر. باقي اسم مالك بالباقي، عدك فيتو مالك بالباقي. فيتو يقول لك فيتو. يلا يا فوكس عشانك بعيد من الامارات الصوت يجي بعيد. اوكي انا عندي قناعه، وهذه القناعه قلتها اكثر من مره في كثير من البطولات اللي هي بطولات القنوات العربيه، ان في حرب القمه وحرب الماريفورد، وخصوصا لما قال اللحيه لما قال في السؤال يعني لما انا لن ابقى الاقوى في النهايه والى الاخر، وبما ان اللحيه كان مريض ولما تقدم في القتال طبعا انصاب وصار له جروح، لكن ما بتكلم عن جروح، نتكلم عن بدايه القتال لان اتوقع السؤال بعد. اللحيه كان مريض جدا، وهذا الشيء ظهر لما شانكس واللحيه تصادموا قبل، فانا اعتقد ان هذا المرض اثر ولو قليلا على مكانه اللحيه البيضاء كاقوى شخص في العالم. اوكي انت اقوى شخص في العالم، هذا الشيء معروف عنك من زمان صح، لكن لما تمر السنين احنا نعرف على ون بيس يعني الابديت على كل خبر ما يجي على طول، يعني في مثلا بعض الاخبار اللي تظل وتعرفها بعد شهور، فلهذا انا اعتقد ان قوه اللحيه البيضاء قلت ولو قليلا يعني بسبب الجروح او المرض هذا حقه. انا اقول بشكل عام من اليونكو كلهم قريبين من بعض، كلهم تقريبا بنفس المستوى، لكن في قمه اللحيه البيضاء وايضا قمه روجر في الماضي كان هم الاقوى، لكن هذا لا يعني ان باقي اليونكو بعيدين عنهم بشكل جدا جدا كبير، لا قريبين منهم. هذا انا لو على احد ياخذ ولا شيء يلا اخلص. ايوه انا كانت على الطرف الثاني ترى. ايوه شوف يوم تحرك الوايت بيرد قالها سينجوكو بالفيلم مليان لقد تحرك اقوى رجل في العالم، فكان مريض ما كان مريض هو الاقوى بتصريح من الكاتب على يد خصمه واعتراف الخصم لك بهذا الشيء، فخلاص ما فيها كلام. على الرغم انه كان مطعون وكان كل حاجه فيه، قال لقد تحرك وقال بيعث فسادا في الارض، وقال حتى كان يوم ذا قال ما راح اسمح لك تعث فسادا في الارض لان يعرفون ان هذا هو اقوى رجل في العالم، فلين يوم مات قال انا ما راح اقدر اقوى طول عمري لانه صدق خلاص كبر في السن، وكان يدافع عن عياله وهذا هم وهذا حلمه، فهذا كان نقطه ضعفه اساسا، لو انها مش موجوده كان يخسي احد يقدر عليه، فلين ما مات كان هو الاقوى. حركت الفار وطلعت خلى يطلع كل شيء بالحلال يستاهل وايت بيرد. السؤال اللي بعده لي انا، ويقول لماذا لوفي لم يرجع لانقاذ مستر تو في سجن امبلدام، ولوفي قال بانه سوف ارجع لانقاذك اذا اصبحت على قيد الحياه، السؤال ليش عندما اجتمع الطاقم لوفي لم يرجع لانقاذه، وهل كان سيستطيع انقاذه خروجه من السجن؟ باص بنعم تسكت. يلا علقت الصوره هي الصح ترى والله علقت الصوره عند محمد. لا هو انسى والله لا اي سبب معين الا انه قد يكون اعتراف من لوفي بعد اللي شافه في السجن، وحاب المرينة مو هو بجد يرجع وينقذ مستر تو، مو هو بقد يدخل السجن ويطلع ثاني، يعني دخوله للسجن كان بالحظ وخروجه منه كان بالحظ البحت، فلو يرجع لوفي بنحبسه هو طبعا مو هو بقد اللي في السجن. ماجد يضحك حك. السؤال اللي بعده دحوم ادخلي في خاطرك.
لا روح عم انت معنا في الحلقه. خلاص تعدي. السؤال اللي بعد عندي انا لما كيد والسوبر نوفا كانوا مجتمعين كانوا يخططون للاطاحه بشانكس قبل ان يسقط عليهم كايدو، كانت يد جيستس كيد مقطوعه في ذلك الوقت، هل كان يخطط للانتقام؟ صار عندك شيك ما كان يتوقع السؤال كذا. قال لي اني اعطيك فرصه حق السين. لا ما كان يخطط للانتقام، كان يحاول اللي طاح بعد يمكن، ولكن حلم ابليس في الجنه على قولتهم. لا لا يستطيع ذلك. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعد عندك يا محمد، ويقول اذا افترضنا ان البحريه اعتقلت ميهوك بالمكيده بدون خساره ميهوك للقبه وسجنتها في الامبل داون، ماذا سيفعل زورو لكي يحقق حلمه؟ هل يعني يقتحم الامبل داون عشان يهزم؟ أيوة. في هذه الحالة سيقتحم زول الامبل داون ليحقق حلمه بكل بساطة. هذا هو الحل الوحيد، انه يقتحم الامبل داون ويتحدى، مثل ما بلاك بيود اقتحم الامبل داون ليحقق حلمه بيخرج بعض المساجين، فزول بيقتحم الامبل داون لتحدي ميهوك. آخر سؤال لك يا عبد الرحمن الرزان، يقول لماذا كانت فكهة المطاط مع شانكس؟ زي ما شفنا بداية القصة، هل كان يبغى يأكلها ولا يعطيها واحد من طاقمه أم أنه سبب آخر؟ لا أنا ما أشوف أن طاقمه يمتلكون فواكه، ولا أعتقد أنه هو أخذ الفاكهة على أساس يستخدم الفاكهة ويأكل الفاكهة. أعتقد لا تطق على رأسك يا ماجد، ما في هذاك شغل فيه. أعتقد وأنا بالنسبة لي أشوف إنه دام إنه شخص عظيم وقرصان في البحر، هذه فاكهة تعتبر كنز، ومن الطبيعي إن القراصنة يمسكون الكنز. هذه ثروة، يعني أنا أستغلها مثل دوفلامينجو أحطها في يعني مزاد وما إلى ذلك. هذه ثروة، هذه تعتبر كنز. ليش طيب يعني الحين أنا لما أشوف فاكهة أخليها؟ لا باخذها، مو شرط إني أكلها. بس هذا إجابتي، ما أعتقد أن أحد من طاقم شانكس لو الأخير يملك فاكهة. أحسنت، منطقي قلنا أريغاتو. يلا روح، خصوصا جزئية ما أحد من طاقم شانكس يهتم بأكل الفواكه. أنا ركزت عليها لأن هذا الحقيقة. أول إذا ما سوي رياكشن أنت ما تشوفها، لأن أنا جنبك إحنا عشان يفوجهك على طول تقول وخذلك فيديو. طيب يا جماعة الخير، يعني أنا والله عدت الإجابة دي ولا أكثر من مليون مرة ومستدعيها مليونين مرة. مو منطقي أبدا أبدا أن البحرية الأدميرالات كلهم فما فوق، وحتى نواب الأدميرالات فواكه، كل طواقم القراصنة فواكه، البلاك بيرد فواكه، كايدو فواكه، البيجمان فواكه، اللحية البيضاء فواكه، أقوى رجل بالعالم عنده فواكه طاقمه كله. نيجي عند هاليونكو شانكس يقول لا هو ولا طاقم حقه كلهم فواكه. وين قاعدين فيه يعني؟ شلون يصير يعني احد عوامل القوة الرئيسية في القصة فواكه الشيطان؟ اذا ولا المشكلة انكم انتم قاعدين تفون ده الشيء من اول حلقة طالع لك جاي مع فواكه الشيطان. طيب ليش مخلاجل يعني؟ نكتفي بهذا القصة. فيتو فيتو كلنا بنشارك فيتو. بس يلا سمع يا جماعة، أول شيء مو من أول حلقة طلعت عنده فاكهة، يوم جابوا ذكريات لوفي طلعت الفاكهة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، من بداية مسلسل لحد الحين ما شفنا لا شانكس ولا أحد من طاقم استخدم فاكهة شيطان أبدا. صحيح. الحين جات في بالي نظرية، كيف شانكس قدر يوقف كايدو؟ ممكن كان عنده فاكهة التنين الأزرق الشرقي وعطاه كايدو، قال خذها حق واحد من ربعك، واقتنع كايدو ورجع. يا سلام، والله يا اخي منطقي. يحتوي بالفواكه عشان يستخدمها وقت اللي هو في صفقه في شغله يتعامل مع احد اليونكو. والله برافو يعني، والله جات في بالي توها الحين يعني، توها والله في بالي الشغله كانت عنده، بس قال لا انا ما استخدم فواكه الشيطان، لا انا ولا طاقمي خذها يا كايدو. قال تنين لا اجل خلاص خلي والله لايك. السلام عليكم. والآن ننتقل إلى أسئلة الباتريون. داعمينا في الباتريون، لا ننسى نشكر أخونا الغالي أقوى داعم في الباتريون حتى الآن، عبد العزيز 111 always number one أريغاتو غوزايماس. وعندنا أيضا داعمين 100 دولار مستر ناصر وشينون وعاصم. عاصم شكرا شكرا لكم على الدعم. هذه الحلقة برعايتكم. نعم نعم أريغاتو غوزايماس. سؤال أول من أخونا الغالي عزيز، والسؤال لك يا فوكس، يقول هل تقدر تقول أن هناك شخص يمتلك أقوى
حكي تنبؤ في عالم ون بيس، أم نقدر نقول إن حكي تنبؤ أنواع، مثلا فيجيتورا يستخدم كذا، كاتاكوري يستخدم كذا؟ لا أعتقد هي فعلا أنواع. عالم ون بيس عالم شاسع وواسع، فما تعرف أنت الشخصيات هذه تضرب من، يعني مثلا فيجيتورا قبل سنتين ما كنا نعرف أنه فعلا في شخص مثله، فجأة طلع فيجيتورا من حيث لا نعلم. فأعتقد أنها أنواع فعلا، لكن إذا كنت بقول واحد أقوى واحد حتى الآن ظهر يعني اللي هو كاتاكوري من ناحية تنبؤ المستقبل. لا ينصر دينك النص الأول على عينه وعرى صرفيك الهاكي أنواع، النص الثاني كاتاكوري هذا يسري ويروع ميوريلي دخل جزيرة عد الكائنات عد المخلوقات قاس قوتهم قال له 500 وحش أقوى منك، يجي هذا أبو سنون تقول لي أقوى منه، وأصلا ريلي عنده هذه القدرة، عنده أصلا قال له إيش حتسوي لو واجهت ناس في المستقبل، شوف المستقبل، وهذول قليلين اللي يسوونها وسواها قدامه ريلي وجلد لوفي بالقير الرابع، فأوريدي ريلي مسوي التقنية هذه وعنده، فيجي هذا كتكري يصعدوك، لا معليش معليش ريلي نمبر 1 في الهاكي بكل انواعه نمبر 1 الى الان اللي ظهر. جميل بيتو ايه ما اتفقنا، يلا قول قول تمام. برضو النصف الاول انا عاجبني ما راح اغير. الهرجة والاختلاف كله في النصف الثاني، ريلي على العين والراس، وبرضو حتى كاتاكوري على العين والراس، ولكن الاول بالنسبة لي فيجيتورا. إيش بعد إنك أنت تشوف كل اللي حواليك وأنت أصلاً أعمى؟ ريلي لما بغى يدرب لوفي سلب منه هالنظر، يقول له عشان تقوي هاك التنبؤ حقك، فما بالك بالشخص اللي على طول ما عنده النظر. أنا ما عندي أي أدنى فكرة أو زي ما تقول أقدر أتنبأ بأنه فيجيتورا يستمر هاك التنبؤ عنده بزيادة وبقوة، وهذا الشيء حتى في عالمنا الحقيقي حتشوف إنه اللي يفقد شيء يصير أقوى في أشياء أخرى، فأعتقد أنه الأول فيجيتورا. سؤال اللي بعده لك يا إبراهيم، يقول من أخونا الغالي مصطفى النعيمي، زورو وكاتاكوري بكل مقوماتهم ضد تيتش في قتال حتى الموت، من الفائز؟ سؤال موجه للمحبوب أبو خليل، أخوكم مصطفى النعيمي. سؤال عندك ووجه لك. سبحان الله دائما إبراهيم حظة ممتاز إبراهيم. طيب طيب زورو وكاتاكوري ضد تيتش ها؟ اي اثنين عشق ضد عشق، يلا اسمع قلت بكامل والله بكامل مقوماتهم ابراهيم. اي والله شوف والله اختار هو لو 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 كل واحد بالحاله ضد تيتش اوكي تيتش هو المنتصر، بس اثنين والله حيجلدون تيتش، ما علي منكم حيجلدون تيتش ويمسحون في وجه الارض، حيقطعه زورو وكاتاكوري كذا، يقول حق زورو ترى انتبه بيطق هنا، انتبه يطق هنا، وزورو يسوي كذا كذا طش 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 على في دلازة زار ولا فاكهة ولا شيء خلاص. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك. وبما أن وبما أن صار عندي بعطي باص الله، أبي أسمع إجابة أخرى. أي أدري حق مين بتاع، أبي أسمع إجابة عبد الجليل. والله اللي داري والله يتمندلون في بعض والله ما لو حط معاهم واحد ثالث والله ما يهزمون تيتش. إذا في شخصين هنا في فاكهتين زبد، حتى فاكهتين ضد فاكهة مين بيفوز؟ طبيعي بتقولي فاكهتين وعندك ظلام وزلازل وكلهم بعقل واحد يشتغل، بعدين شو اللي يثبت لنا أنه تيتش مو ثلاثة أشخاص نفس نظرية النعامي؟ عادي صارت ثلاثة ضد اثنين. أنا بتكلم بصراحة يا جماعة الخير، ينكو مو أي اثنين يسقطونه. لو قلت لي مثلا ميهوكو مع شخص بقول لك أكيد دول الشخصين بيسقطونه، لو قلت لي أدميرالين بقول لك أوكي بيسقطونه، أما تجيب لي لا اثنين من نواب اليونكو وحتى واحد منهم يونكو خامس ها فالإعلام يونكو بس ما راح يسقطوا التيتش. بيتو كامل مقوماتهم يا عبد الجليل. بيتو عبد الرحمن روح بيتو اترك عنك، يقول اي اثنين، مين اي اثنين؟ مين اي اثنين؟ ايش اللي هان هذه؟ ايش اللي هان اصلا؟ مين تيتش؟ كيف اخذ الفواكه؟ ايش قوته؟ ايش يملك من هكي تصلب ملكي تنبؤ؟ ايش عنده؟ ترى عادي جدا لما اشوف واحد يحتضر بيموت اقتل اخذ فاكهته، صرت انا قوي؟ لا ما صرت قوي سلامتك.
يا رجال والله العظيم انا شوي اقول لك ان زورو يخليه شاورما تقول لي اثنين ما يقدرون عليه. كاتاكوري يمتلك هاكي تنبؤ، مهما كان ضربتك زلازل بلاك هول ما راح تصيبه. الثاني مهما كان تحملك بجسدك راح يقصك من ضربه واحده. اثنينهم مع بعض عليه، وهو اصلا ما جبنا لا منه هاكي تنبؤ ولا شفنا تسلق ولا شفنا مالك. تبيهم يخسرون؟ لا والله يخسب وكرش. روح اللي بعده. صدق من الهاكي حقك الكاميرا سوت زوم عليك؟ اهتزت الكاميرا بهذا الهاكي. يا اخي سؤال بعد، شلون زورو كاتاكوري يخسرون؟ ما ادري عنه ذا. روح اللي بعده. طيب على طيب بس. السؤال يعود لابراهيم بعد الباص من اخونا الغالي علي الشوير، يقول: لو ان البيج مام كانت قادمه للحرب بدلا من كايدو، حرب الماريفور، هل كانت تستطيع إيقاف شانكس؟ السؤال هذا تخصمت فيه أنا وأبوي. أوف. اسمه علي. علي. أوه هذا جانا في البثك اليوم. حبيبنا قال لي والله نسألني سؤال في الفيديو. عيدي سؤال تاني. طيب ستيل أنا رايح. يقول البيج مام وهي جاية على الحرب هل تستطيع إيقاف شانكس؟ هل يستطيع شانكس إيقافها؟ شانكس مو يوقفها، يدوس على سرتها ويتم عيالها ويجلدهم جلد. ما في شانكس وبقمام ليفلات متباعدة وطاقم أسطوري، وهناك طاقم حثالة مكون من أبناء وهذول مكون من عظماء، فما في مقارنة. انسى الموضوع. يدخل التوتالاند يمحي البقمام وطواقمها ويرجع، مو بس في الحرب يعني. انسى الموضوع. جولدن يا فوكس، غير جولدن ما في. يلا جولدن، هذا احلى شيء سويته في تاريخك كله يا احمد. السؤال اللي بعده من اخونا الغالي ابو سعد، ويقول سؤال موجه للاسطوره عبد الجليل، والسؤال عند عبد الجليل سبحان الله. يقول: في رايك هل السيناريو اللي يخص البيج مام انها تفقد ذاكرتها كذا مقبول؟ لا، السيناريو غير مقبول ابدا. هذه طاحت من قلعتها اللي على شكل كيكة وطاحت سليمة، طاحت مدري من فين وما صار لها شيء، ما في أي شيء يخدش جسدها ولا شيء يأثر فيها. مو من المعقول إنها تطيح وتفقد الذاكرة. لا، سيناريو مشكوك بأمره، ما هو جيد. فيتو كافو روحي توني بطل. منطقيا أي واحد ينقطع الأكسجين عن مخه لفترة معينة إنه يصاب بأضرار عقلية، فهذا سيناريو منطقي إنها نتيجة الغرق تفقد الذاكرة. لكن ليش الكاتب خلاها تفقد الذاكرة في الحدث؟ شنو الهدف اللي بيوصل له؟ إني أقول الحين سيناريو منطقي وغير منطقي، والحدث ما انتهى. يعني حتى لو استرجعت ذاكرتها أو لو صار ما صار، طبعا الحدث ما انتهى وما شفت شنو الهدف الحقيقي من فقدان ذاكرتها في اللحظة، أكون متعجل في القول إن السيناريو غير منطقي. منطقي وعلمي يا أبو أحمد. فيتو. الله. يلا ما راح أعترض على جزئية محمد اللي هو فقدانها للذاكرة، لكن أنا أعتقد في عالم بيس تغرق تموت. تغرق ترجع في اليابس وتعيش حياتك طبيعي؟ لا، أنا هذه ما أراها منطقية أبداً، ومش سيناريو صراحة. يعني أنا قاعد أشوف إن أودا يعني سوى شخصية البيج موم والنكب فيها. أي سيناريو كيس ارمي على البيج موم، أي سيناريو كيس كيل البيج موم. لأن ما يا أخي خلاص لوفي نفسه يوم غرق نزلوا عشان ينقذون البيج موم، تغرق تطلع لا خلها تموت ولا لا تدخلها. فيتو لوفي غرق مع السفينة تماما نفس غرقة البيج موم، وطلع عند الشاطئ بس كان أسرع، وكان مع الاخطبوط يمكن ساعده، يمكن خلاه يوصل بشكل أسرع، قدر تحمل لوفي أكبر. ما أدري شو السبب اللي خلى لوفي ما يفقد الذاكرة والبيج مام تفقد الذاكرة. لا ننسى في النهاية إنها كبيرة في العمر، عندها سكر، عندها ضاق وطاقة حلوة واجد. بيتو أهو أنت قلت يا ماجد لوفي طلع ما فقد الذاكرة وهو ما يقدر يتحكم بالفاكهة داخل الماء. أنت جاوبت على نفسك يا ماجد. الاخطبوط على الرغم انها اكثر صلابه من 60,000 مطاط يتحمل اي صدمه، مع ذلك اول ما طلعت فقدت الذاكره. يعني مهما حاولت الاكسجين ما ملى راس لوفي ولا، وبالعكس لو دخل الاكسجين قل الاكسجين من لوفي لغير راس لوفي يكبر كذا قد كذا كله ولا يصير فيها اي شيء. فيتو
هاي الله يا فوكس روح فوكس روح سمعنا. انا اتفق مع محمد النعامي، هو اللي صار منطقي من ناحية علمية نفس ما قال، لكن انا اشوف انه من ارك الكعك الكامل يعني، وده قليلا قاعد يعني للاسف يقلل من البيج مام، مع ان المفروض انه ما تكون كذا ابدا، المفروض انها تكون مكاناتها عالية جدا جدا، لكن اودا وله اسبابه، ونفس ما قال محمد النعامي اذا انا ما شفت ايش اللي بيصير بعدين فما اقدر احكم حاليا، الى ما ينتهي الارك اقدر احكم بشكل كامل. حلو رنوا عزيز، السؤال عندك يا احمد اليماني ولكن موجه لعبد الجليل. يقول لك اي شخص يطلق الهك الملكي لازم يوقف ويطلقه، الا شانكس كان يطلقه وهو يمشي عند دخوله سفينه الوايت بير، هل معناته ان شانكس وصل لمرحله متقدمه من استخدامه وتفوق على البقيه؟ شانكس وصل لمرحله وتفوق على البقيه، ما هو مثل ما هو بس على هذا المشهد يعني، لكن مو اي احد، احنا ما شفنا فعلا شخص هو قاعد يمشي يطلق الهاكي، شفنا مثلا ريلي اطلق الهاكي وخلى كل اللي في المسرح مدري شو اسمه المزاد يطيحون، حتى اختارهم بعنايه. لو بقول لك شانكس هو قاعد يمشي بقول لك ما طاحوا كلهم مره واحده، طاح شخص وراء اخر، فاعتقد انها تقنيه، مجرد تقنيه، لكن بالتأكيد شانكس وصل لأعلى المراحل في استخدام هاكي الملكي، وهذا الشيء لا يزايد عليه. يا مان السؤال عندك. طيب غير صحيح تماما يا صديقي، لوفي وهو يمشي في بنك هازارد ومومونوسكي على ظهره أسقطهم بالهاكي الملكي، وريلي وهو داخل المسرح وهذه كانت تبى تطلق على كيمي وهو يمشي بخطوات أطلق الهاكي الملكي وأفقدها وعيها. الهاكي الملكي لا يتطلب الشخص أنه يوقف أو يمشي عشان يطلق، يتطلب إتقان، لكن الاستوديو كتأثير يوقف لك المشهد عشان ينطلق الهاكي الملكي وتشوف أنت تأثير الهاكي، لكن حرفيا الزمن ماشي وهم ماشيين وهم يتحركون. أكثر من شخصية ظهرت استخدمت الهاكي الملكي وهي تتحرك، لا يتطلب وقوفك أبدا. خلاك السؤال اللي بعده من أخونا الغالي لورد اللي اسمه حمد، يقول السؤال موجه لأسطورتي محمد النعم، السؤال عندي بس سؤال لك يا محمد. يقول لك أنتم افترضتوا أن كاتاكوري يواجه زورو في حلقة ماذا لو، كيف تخلي زورو يواجه كاتاكوري لوفي عانى قدامه؟ كأنكم تقولون زورو أقوى من لوفي، وإحنا كلنا ندري أن لوفي فاز على كاتاكوري لأن كاتاكوري طعن نفسه، ولا لوفي ما كان بمستوى كاتاكوري أصلا. هذا بناء على افتراضك صحيح، ما عندي شيء أود عليه، لأنك أنت افترضت أن كاتاكوري أقوى من لوفي ولوفي فاز لأن كاتاكوري سمح له يفوز، فهذا يلغي حتى حلقة ماذا لو. حلقة ماذا لو أنك تطلع من سيناريو الكاتب، لوفي المفروض أقوى من كاتاكوري نقول إحنا في ماذا لو، وتخلي زوهو يواجه كاتاكوري، هذا المقصود فيها في ماذا لو. جميل. لوفي عانى، نعم عانى، المفروض انه ما يعاني، إهانة له انه يعاني قدام كاتاكوري. السؤال اللي يعود لي الحين طبعا، انا اقول نعم بحسب السيناريو اللي انطرحته زي ما قال محمد، نعم كلامك منطقي، ولكن وجهة نظري انا الشخصية كاتاكوري، لوفي كان يستطيع الفوز على كاتاكوري لو انه فعل سنيك مام من بداية القتال. لوفي عانى في القتال انه كان يبي يتعلم من كاتاكوري تقنية رؤية المستقبل، وقاتل 11 ساعة معه و10 ساعات معه كاملة على أساس يتقن هذه التقنية اللي ريلي نفسه قالها تحتاج تحتك وتطور تفتح زهرة الهك. فهذا هو السبب الفعلي لمعاناة لوفي. أنا من وجهة نظري لو زورو قاتل كاتاكوري، زورو بكامل قويماته يستطيع الفوز على كاتاكوري. لا تحط يدك على راسك، عندك فيتو كثير يا ريزان، جاوب جولدن فيتو. والله اختصرها هيك، يلا روح. انا تعبت مع ماجد والله العظيم، سالت كاتاكوري ليت الارك ما جاء، والله العظيم ماجد لا زال يكرر الكلمه هذه، لو استخدم بدايه القتال سنيك مان لانتصر على كاتاكوري. على كيفك، ما هو بكيفك، والله ما هو بكيفك، مو كذا نظام، ما راح يصير هذا الشيء ابدا ابدا. ليش؟ لان كاتاكوري يمتلك هاكي تنبؤ وهاكي تصرف وهاكي ملكي وايقاظ، وقاعد يتقاتل مع لوفي 10 ساعات، لوفي ربع ساعة يخلص الهاكي حقه يطفي،
أضربه بضربتين بالرمح يموت. فحتى لو استخدم كل قوته اللي هي كل قوته إلى ما ظهر سنيك مان وجاب القوة هذه الكاملة، بمجرد كاتاكوري يصمد ربع ساعة نص ساعة ساعة بالكثير، ما يحتاج أصمد 10 ساعات، قاعد تهرب أنت 10 ساعات، ربع ساعة نص ساعة تخلص أقتلك. أوكي أنا معكم إن لوفي أخذ الموضوع كتدريب، أنا راح أستغل هذا الشيء وأخلي كاتاكوري يعلمني أو إني أستفيد منها بهاك التنبؤ وما إلى ذلك، بس يدخل في ربع ساعة استخدم لهكي أو سنيك مان وانتصر عليه. حتى في نهاية المعركة بعد مرور 10 ساعات ما أدري 12 ساعة سنيك مان انجلد. هذا اللي يقهر، هذا اللي يقهر، سنيك مان انجلد، واللي بقى في النهاية واقف كاتاكوري لين ما سقط كاتاكوري وقام له. السؤال اللي بعد لك يا محمد من أخونا الغالي ري 7 يقول لك أوكيجي فارزاس كيزارو من المنتصر؟ ستيل. من اللي قال ستيل؟ لحظة آه. قال ستيل قبل الجليل. أنا قلت ستيل أول. قال قبل فوكس قال بس صوته ما يوصل من اللي روح فوكس. أوكي من مساعة وأنا أقول لكم يلا روح يا فوكس. أوكيجي ضد كيزارو صح؟ أي أي أنا أشوف أن المنتصر بكل منطقية بالنسبة لي يعني هو أوكيجي. الله عليك أمة المنطق والحكمة قطرتين عندنا نشاشي قاعد تقطر. بالنسبة لي أنا أعلى قمة حاليا في البحرية إذا استثنينا طبعا جارد اللي هو أكاين، والشخص تقريبا جابه أكاين بشكل كبير يعني ولمدة 10 أيام، فأنا أعتقد أنه قريب من قوة أكاين وحتى ممكن يكون بنفس قوة أكاين. أنا ما شفت شيء عن كيزارو، كيزارو ما واجه إلا السوبر نوبل اللي كانوا قبل سنتين، فما بالك إلا أنه بيواجه شخص مثل أوكيجي. فأوكيجي هو اللي بينتصر صراحة. منطقي منطقي قنع. أعطيني الأسلحة اللي بقيت لإبراهيم، بقي لك جولدن ما عنده غير ستيل جولدن بس وعندك جولدن. يا جولدن ولا روح السؤال اللي بعده. وانا ما انصحك تعترض. لا 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 يا ابوي لا 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 الا كيزارو حبيبي جولدن. شوف انا بتكلم من جهتين، الجهة الاولى واللي هي الاهم فواكه الشيطان، هذه اهم شيء عندنا، اهم طاقة في الحياة عندنا احنا كبشر الشمس اللي مصدرها الضوء، فالضوء هذا أهم شيء في الحياة. يعني أنت تقيس عندك كتلة جليدية وعندك ضوء، هل الكتلة الجليدية مهما سويت في الضوء راح تأثر؟ لا. هل الضوء لو تسلط على الجليد هل يأثر؟ نعم، راح يخلي الكتلة الجليدية تصير عبارة عن ماء. ففي تأثير الفواكه، فاكهة الضوء تتفوق على فاكهة الجليد. نجي هنا للأشخاص نفسهم كيزارو أو كيجي وأكاينو، ما أصبحوا أدميرالات إلا إنه مستواهم متقارب جدا، وما طال قتال أكاينو أو كيجي إلا إنه فواكههم قريبة من بعض إنها يعني كمضادة لبعض، فبهذا الشيء اللي طور القتال، ليس إنه والله هذا قوته بالضبط زيه، لا، فاكهة أو كيجي صعب جدا اختراقها بالبراكين. فبالتالي إذا كان فاكهة كيزارو متفوق على فاكهة أو كيجي وقوتهم متقاربة، أنا أقول كيزارو ينتصر وما راح يطول القتال بينهم. السؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن الريزان وسبحان الله من أخونا الغالي مازن من عمان، ويقول السؤال لملك الواقعية عبد الرحمن. أريغاتو. من المنتصر؟ جارب وأكاينو ضد ريلي وشانكس. جارب وأكاينو مع ذكر سيناريو منطقي ومقنع. جارب وأكاينو. أيوه أيوه. إيش فيه؟ سيناريو. جارب وأكاينو ضد يعني ريلي وشانكس. بطل البحرية. أه؟ كان يتقاتل مع قائد 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 اللي هو ريلي. اوكي فانا اشوف انه يستطيع هزيمه ريلي، متقاربين بالنسبه لي، متقاربين الشخصيتين، حتى ريلي متقارب بقوه روج، هذا وجهه نظري. وفي النهايه انا اشوف انه راح ينتصر اللي هو جار. بالجهه الاخرى اللي هو اكاينو وشانكس، اكاينو شانكس برضو أنا أشوف الكفة متقاربة جدا، أكاينو حاليا بمستوى يونكو هو قائد الأسطول، فإذا كان قائد الأسطول فهو يقارع اليونكو، فلأني أنا شايف أن جارب راح يرشح الكفة هذه فأنا بروح مع جارب. أنا أشوف أن شانكس ممكن أنه ينافس أكاينو ينتصر عليه، لكن لأنه أعطاني اسمين في جهة واسمين في جهة برشح ورجح كفة الاسمين الأولى اللي هو جارب وأكاينو. السؤال اللي بعده لك يا فوكس من أخونا الغالي ليفاي تايتن سلاير يقول وما يورينك كمدا حبيبنا الغالي
بس السؤال موجه لملك الظلام الحقيقي عبد الجليل. أوه. اقوى ثلاث تصادمات ممكن تصير او صارت في وان بيس. بقول انا شانكس وميهوك عشان ابدا. الله اي عاد ما يحتاج ميهوك. اي أيوه بقول روجر والوايت بيرد طبيعي. اوكي واكاينو اوكيجي. اوكي انا من عندي اقول باس لاحمد احمد اليماني. يلا يا ابو يماني روح رجع لك رجع لك رجع لك يلا جاري. ما بصراحه يعني اتكلم اقوى استدامات ما اشوف شيء غير اللي قاله عبد الجليل، لكن نعددهم يمكن اختلف معاه. روجر الوايت بيرد، ريلي وشانكس، ريلي وشانكس عفوا ميهوك وشانكس. بس انت تعرفون الحب ريلي يغلب عليك. الله عليك. لا نفس اجابات عبد الجليل تماما. لا عبد الجليل صح. طيب يرجع لفوكس فيتو. اوه حلو فيتو. شوفوا هو قال لك تصير او صارت، فمن اللي صارت من اقوى الموجهات توجا والوايت بيرد، هذا الشيء انتهينا منه. باقي مواجهتين ابيها تصير قدام لانها بتكون من مواجهه جباره. جارب واكاينو تيتش وشانكس، هذا راح يكون من اقوى المواجهات في ون بيس. فضلك الله فضلك الله. يعود السؤال فيتو. ها غير كلامه. عجبتني والله استاذ انا بالاضافه اللي قلته. ما انا الان عندي فيتو اقدر اقول ثلاثة ثانيين يعني. اي عادي غير اجابتك روح. راح اقول زورو ميهوك. اوكي ايوه زبط زبط طلعت. راح اقول تيتش وشانكس برضه. اوكي وراح اقول جارب وروجر لاني نسيتهم يستاهلون يعني. طيب اوكي كل الاجابات حلوه. طيب السؤال اللي بعده من مشعل جميل، والسؤال يعود لك يا فوكس بعد الباص، ولكن ايضا السؤال موجه لمحمد النعم. لو اتفقنا ان ارك البيج مام هو سقطه من الكاتب، ما هو السيناريو الافضل لسقوط البيج مام؟ هل سيعود لوفي بكامل طاقمه الى اراضيها، ام القضاء عليها من الحكومه، او ينكو اخر؟ انا ارى السيناريو الافضل سقوطا بعد ما تحداها هي جايه وقول الكايدو لا تلمسه، هذا متحديني، هذا بيني وبينه مشاكل، هذا انا ابي طبعا انك مصر تدخل البيج مام في حدث كايدو. ليش تهينها ان لوفي يدخل ثلاثة من طاقم الضعاف في عندها يسوقون منها بونجلف يسوقون منها كذا شيء؟ فأنا أرى أن السيناريو الأفضل أنها تجي للتحدي أو بعد ما يخلص حدث وانو. أشوف السيناريو الأفضل أنه ويحين ألبف ألبف بينهم وبين البيج مام مشاكل، هناك يتم الإسقاط، يكون عنده تحالف ألبف، يكون شيء منطقي لسقوط البيج مام أنه معاه العمالقة. أوكي أنا الله عمر ودي أسمع كلام ورأي إبراهيم من زمان. باص باص لإبراهيم. روح يا إبراهيم. بالنسبة لي يعني أشوف كان بالإمكان أن يخليها في آرك الحالة، يعني زي ما قالوا انكشفوا في هذا الفيديو أكثر مرة بسبب دخول لوفي في أرض البيج مام هيبتها كينكو طاحت. ف يعني اليونكو مفروض أن يكون لها هيبة خاصة فيه، يعني يعني ممكن اغلب الناس يجون يقولون ليش انت تهنون البيج مام؟ يا اخي الكاتب هو اللي اهان البيج مام مو احنا، الكاتب هو اللي اهان البيج مام، فكان بالامكانك تحتضع بهيبه البيج مام لين بعد مثلا كايدو تخلي يدخل لها. واتفق مع محمد في ارك العمالقه او اللي هي ارض العمالقه لو راح لها وتنهزم هناك، انا اتفق مع هذا السيناريو مره واشوفه بيكون افضل منها اللي صار في الانمي. نعم. في المانجا. السؤال يعود لك يا فوكس بعد الباص من أخونا الغالي المنطقي، ولكن مرة ثالثة سؤال موجه لعبد الجليل. يقول لست من محبين تيتش، ولكن أليس هو الأكثر حرية في العالم؟ أذاق الجميع الألم أو الجميع ذاق الألم منه، دخل البحرية وترك منصب الشيبوكاي، اقتحم حرب القراصنة وهزم أقوى رجل في العالم، صدم على الجيش الثوري ويجهل مدى قوتهم وخلهم يضطروا يغيروا مقرهم، فما راح تيجي على ما يشاء، وكان يقول ارض ارضي والزمان زمان. لا 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 انا تيتش تيتش غير متقيد باي حاجه، حتى مبادئ مو متقيد فيها مره. الرجل الحر، ولكن
يعني انا اعتقد انه في اشياء ما يسويها تيتش الا اذا سنحت الفرصه له. لذلك انا ارى مثل ما يرى ابو داحم انه الاكثر حريه هو لوفي. لوفي ما يتقيد باي حاجه حكومه من تحكومه اعلن الحرب على الحكومه اخش في راس يونكو ولا يهمني اي شيء. لوفي اعتقد انه هو الاكثر حريه. على الرغم هذا ياتي الثاني بعد. طيب بوكس ما عندي مشكله. سؤال عندك. انا لا انا اعترض بشده لا تيتش ولا لوفي. انا اقول ان الاكثر حريه في البحار هو شانكس. لان في البدايه اول شيء هدف لوفي انه يصير ملك القراصنه، ومن مميزات ملك القراصنه الكبيره انه يكون الاكثر حريه في البحار. وبما ان شانكس كان من طاقم ملك القراصنه فتقريبا هو عارف بكل هذه الامور، وانا اشوف انه فعلا الافعال اللي سواها في القصه كامله تبين هذا الشيء. يعني مثلا انه راح عند القروسي، انا ما اشوف اي قرصان واحد يروح عند القروسي، وقف الحرب، سوى اشياء كثيره احنا نشوفها، قاعدين نشوف انه بوادر عن كونه اكثر حريه او الشخص الاكثر حريه في البحر. فلا تيجي ولا جولدن فيتو. نايس. روح ذهابه للجروسي يبين تقيده بالحريه، ما هو يبين حريته، لانه لو كان شخص فعلا حر كان يصلح مثل ما صلح لوفي في الانس لوبي. شانكس رجل قوي واقوى من لوفي واحنا منتهين من هذا الشيء، حتى تيتش اقوى من لوفي ولكن ما هو اكثر حريه من لوفي. لوفي عندك مثلا من تصرفات شانكس انه راح تكلم مع الوايت بيرد ايضا، واستأذنه انه يروح يواجه تيتش ويطلب منه انه يسيب تيتش في حاله. من تصرفات شانكس انه يدخل في تفاوضات مع ناس، يعني ما هو ذاك الشخص اللي يقدم على الفعل، ما هو ذاك الشخص اللي يتصرف بحريته، لا يمشي على اساسات على اشياء. على تيتش اكثر حريه منه، معليش يعني انا اقول لك هذا في اشياء ما هم متقيد فيها مثل المبادئ. ف شانكس ليس بالشخص الاكثر حريه، لوفي هو الاكثر حريه، وما اكثر من الشخص الذي يريد ان يصبح ملك القراصنه لكي لا يكون الاكثر حريه فيها، بدليل سؤال ريلي في حرب في شو اسمه فالخبيش بندي لما ملك القراصنه، ما اللي يحكم هو الشخص اللي يكون اكثر حريه في البحار. شكرا. طيب السؤال اللي بعده لك يا ابراهيم، ويقول من اسامه الشبرمي يقول: هل يستطيع كما بقدرته ارسال شخص الى رافتل؟ والسؤال موجه لي جوهره الاوتاكو محمد النعام. لن يستطيع كما ان يوجه شخص الى رافتل لانه لا يعلم مكان رافتل، وانا اعتقد ان رافتل راح يكون جزيره لها طريقه معينه لاظهارها. فحتى لو كوما يعرف الموقع الخريطه وارسل شخص راح يقع في البحر، لان يعتقد ان في لها سر معين لظهورها، فلا يستطيع كوما فعل ذلك. اوكي. انا اتفق مع محمد 100%. السؤال اللي بعده لك يا جلو من اخونا الغالي فهد علي، ولكن يقول سؤالي موجه لماجد: من هو اذكى شخصيه في ون بيس ولماذا؟ والله الكاتب صرح، بس في ارك الارابستا في السابق، او عفوا قبل حتى ارك الارابستا، ارك اللي هو ايست بلو، كان مساعد شانكس بين باكمان هو الاذكى. ولكن حاليا سالتني انا بروح على سينجوكو الاستراتيجي، هو اذكى شخصيه ظهرت ان حط خطه تسقط اقوى رجل في العالم. هذا وجهه نظري. فيجا بانك. السؤال اللي بعده. اوكي كفو عليك. النعام منطجي واسطوري. النعام والله احرجاني. معك ما دخل بس يلا. السؤال اللي بعده يقول الغالي سعد عبد الله ويقول: رتب من الاقوى الى الاضعف. اوكي. باس. لمين؟ حدد يلا. طيب خلينا نشوف مين الترتيب. انا قلت باس خلاص. كمل السؤال يا ماجد. هذا الزعل. زعيا. رتب من الاقوى الى الاضعف: شانكس، تيج، اكايلو، دراجون. لا انتم تخورون. عبد الرحمن. شانكس تيتش اكاينو دراغون. اي اختار اقرب واحد له في نفس وجهه. شانكس تيتش. طيب بحط الاول دراغون. الله زين. بعده بحط شانكس اكاينو تيتش. ولا حق الباس. جولدن فيتو.
لا لا دقيقه اقبل هذه جولدن بي احتفاليه يلا انا خايف من الاول انا خايف من الاول جلدنك 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 سمعنا يلا سمع اشوف الاول شانكس لا يس الثاني دراغون الثالث اكاينو الرابع تيت لاني للحين ما شفت شيء منه الله اكبر عليك اسطوره يا فوكس اسطوره خلع جولدن في منطج كل شيء جولدن طيب. جولدن ما عاد يتكلم يلا السؤال يرجع لاحمد اليماني من اخونا الغالي لوسيوس ارتوريوس كاستوس الله عليك ونعم ونعم يا شلد والسؤال يذهب لمن قرأ السؤال شنو يعني لي انا يعني هذه خدعه ذي سؤال عندك يعني يلا لو جمد اوكيجي طاقم قبعه القش كامله من منهم يستطيع ان يتحرر مثلا اللحية البيضاء ودفلامينجو مثل اللحية البيضاء ودفلامينجو اوكي قصدي يعني عن طريق فاكهته طيب بنروح على طول لاول واحد واللي استخدم النار في رجله مع انك هالمرض ترى يقول النار ف كي بعد سنتين اعتقد عن طريق هك التصلب نعم لوفي يقدر زورو يقدر وسانجي يقدر تفضل يا احمد طيب انا اقول فقط لوفي وزورو فقط لان اعتقد ان تكسير التجميد هذا يحتاج الى طاقه روحيه هاكي ملكي وتصلب اسطوري واثنين اللي اتوقع انهم فقط يملكونه هو لوفي وزورو حتى سانجي لا يستطيع بيتو يلا ابو خالد حقيقه يعني انا اشوف انهم طاقم لوفي سانجي لوفي وزورو كلهم يقدرون يتخلصون من هذا الشيء انا اشوف ثلاثتهم اساسا مستوياتهم متقاربه جدا فحتى سانجي يا اخي يقدر يشغل نار في رجله ويفك الثلج بالحاله بس خلاص انتهينا يوم يدور ايه فصراحه انا اشوف الثلاثه قادرين وعندهم القدره والامكانيات لهذا الشيء وراح اسالي بعدين ماجد بيتو الله انا كان في بالي في البدايه انه الثلاثي الشيطاني هم اللي يستطيعون فك تجميد اوكيجي ولكن لاني رجعت تابعت تارك المارين الفتره الاخيره لاحظت حاجه غريبه اوكيجي يوم جمد اوياجي يعني اخذ كذا ثانيه اوكي هذا اقوى رجل العالم اكيد انه راح يفك التجميد اتذكر انا المعركه مع حرب المارين يوم كان ديمون جوز يعني جمده اوكيجي ما استطاع فك التجميد واستطاع قطع يده ما استطاع يعني مع انه احد نواب اوياجي مع انه تقاتل مع كيزر واعتقد وتقاتل مع اوكيجي الين ما استطاع اوكيجي في ثغره انه يجمده بشكل كامل تعرفون ايش صار طاقم اوياجي بدا يجره يسحبه برا مو عارفين يقومونه يوم جي شانكس قال لهم يلا اطلعوا مو هو مش في وعيه متجمد بشكل تام فقعدوا يجرونه فانا اعتقد ان هذا تجميد اوكيجي في مستوى اخر لا اعتقد ان احد في طاقم لوفي الا لوفي وزورو لان يمتلكون هاكي ويمتلكون بنيه جسديه جباره تدريب السنتين كان كافي اعتقد انهم يفكون تجميد الادميرال اوكيجي نعم جولدن بيتو ولعت جو يا حبيبي تعبنا وحنا نقول يا جماعه الخير مستوى قبل سنتين غير وبعد سنتين مختلف تماما اذا سانجي من طاقم لوفي الملك الخراس المستقبل اللي ما يقدر يفك ثلج اوكيجي يقعدون في العالم القديم احسن لهم وابرك لهم لا خير فيهم ولا بركه فيهم ثلاث شخصيات من اقوى الشخصيات المفروض ان خلاص هذا سعد الايمن هذا سعد الايسر اذا ما فيهم يقدر يفكون تقنيه مثل زي كذا لو واجهوا ادميرال زين لوفي وزور مش موجودين مشغولين قتال ثاني خلاص انتهى الطاقم لا يبا ثلاثه ذيلا من اقوى ثلاثه مفروض ان خلاص قادرين على ايقاف جوز ما يعتبر رقم قوي ترى في طاقم الوايت بيت كان رقم 4 ما ادري كم رقم الظاهر انا غلطت او 3 فعندك مثلا الاقوى عنده مارك مفروض ايس ومارك بتقول ما يقدر يفكون الثلج هذا يقدرون يفكون الثلج هذا فنعم انا اشوف ان الثلاثه ذول قادرين على فكه ولو ما قدروا يفكونه يرجعون للعالم القديم احسن لهم السؤال اللي بعده من سلطان المسعري والسؤال موجه لي سفير المنقوية حبيبنا اللزم أنا مالك العمر سؤال لي أنا والسؤال عنك ممن أخذ ميهوك لقب أقوى سياف في العالم كلنا شفناه قبل 20 سنة في إعدام روجر كان صغير ولا لحق على الجيل القديم فممن أخذ اللقب يقول لازم اسم يا صاحبي
شو أنا أجيب لك اسم ما يعني اسمه فلتان بن فلتان ما ظهر شو أجيب اسم ما ظهر ما ندري من هو يعني ميوك أخذ الاسم منه فما أقدر أجيب لك اسم ولكن بقول لك إنه وقت إعدام روجر كانوا صغير وشانكسس صغير وقال لك اللحية البيضاء أنهم كانوا يتقاتلون ومعاركهم أسطورية فمن وجهة نظري هو ما أخذ من أحد يعني نقدر نقول إنه أقوى سيارة في العالم مات سابق لو كان فيه اللقب هذا ممكن اللقب الولد مع ميهوك تروال بس أنا أقول لو فرضنا أنه فعلا كان فيه شخص في المنطقة أنه مات وزورو عفوا شانكس وميهوك كانوا يتقاتلون على اللقب يتنفسون على اللقب كانوا متسويين حسب كلام ميهوك وشانكس أنه تعال جيت تقاتلين مرة ثانية على الأقل متسويين فالحين السؤال المهم بعد ما انقطعت يد شانكس أخذ هو اللقب أقوى سيارة في العالم هذا وجهة نظري فيتو مين اللي قال فيتو فوكس يلا روح فوكس انا في البدايه ما اشوف ان لازم او الشرط ان عشان تصير انت اقوى سياف لازم تكون هازم احد قبلك لان مثلا روجر لما مات هو كان ملك القراصنه فما في على طول او انه مثلا بيجي بعده على طول انه هزمه وبياخذ منه اللقب لا في اشياء تترتب على هذا لكن ايضا في احتماليه ان مثلا ريلي كان سياف في الماضي لكن لما وقف قرصنة بعد إعدام روجر بدأ ميهوك وبدأ أيضا شانكس يطلعون فبعدها لما قطعت يد شانكس أجى ميهوك واعترف في العالم كامل بس ما أنا أقول إنه مو لازم سؤال اللي بعده لمحمد من أخونا الغالي محمد الشافي يقول إيس ولوفي بدأوا مع بعض بنفس الظروف والطاقم يعني طاقمهم متساوية القوة والمقاومات من راح يصير ملك القراصنة سؤال لماجد الحب حبيبنا الله يسلمك فمحمد الباص حقك يصير بعد ما جاوبها طبعا من وجهة نظري حتى لو بدأوا مع بعض أوريدي إيس بدأ قبل ولوفي شفناه لحقه تجاوزه أوريدي بعد السنتين تجاوزه بمراحل يعني لو إيس أزل على قيد الحياة في السنتين دي ما كانت تفرق قوة كثير لوفي كان بيتجاوز لأن عزيمة لوفي إصرار لوفي رغبة لوفي طموح لوفي كلها أعلى من إيس للأسف إيس كان يخلي اللحية البيضاء ملك القراصنة ما كان يسوي نفس ملك القراصنة فمن وجهة نظري لوفي هو من سيصبح ملك القراصنة تفضل يا محمد باس فوكس يلا يا فوكس حبيبي ارتحت انت يلا روح أنا أقول أن في النهاية هذه قصة لوفي فلا بد أن لوفي هو يصل أول لكن لو افترضنا على السؤال أن إحنا ما عندنا بطل يعني فإيس بدأ مع لوفي يكون في تنافس شديد ما أنكر هذا الشيء وبيفرق على آخر كم خطوة لكن في النهاية أيضا بقول لوفي صراحة فيتو آخر فيتو نحور طلع لي في الأخير اكتشفته الحمد لله الحمد لله السلام طيب أنا بتكلم بصراحة إيس لما أبحر كان حلمه يكون ملك القراصنة لكن لما التقى يوم راح لشانكس وقال له أنا بروح أهزم أقوى قرصان عشان الناس تعترف فيه وصير أنا ملك القراصنة قال له أنت تقصد اللحية البيضاء قال له إيوه فلما راح وانجلد من اللحية البيضاء وطلع على سفينة وتعرف على اللحية البيضاء حبه صار ينادي أوياجي فصار علاقة أب فتغير حلمه هنا في اللحظة هذه لكن لو افترضنا أنهم الاثنين بدأوا من البداية ترى لوفي طول عمره ينتصر بالحظ طول عمره الكاتب يطبل له طول عمره الظروف تسمح له يجيب له ريلي يدربه يجيب له قارب يعلمه كل عمره لوفي الدرب مسلك له مسهل بينما إيس كل دربه بقوة وأخذها وصل لمكافأة عالية بمجهوده وخلال فترة بسيطة وسوى طاقم وسوى كل شيء فأنا أشوف لو أخذناها بإنحيازية بدون تعصب وقصة ما نعرف البطل منها أشوف إيس يستحق يكون ملك القراصنة أكثر من لوفي بولدن فيتو يا صاحبي لو قلنا حين زي ما قلت أنت إيس طلع وراح عند الأوياجي في الوقت اللي قضى فيه إيس الفترة دي السنتين اللي قضى ليه ما راح عند أوياجي هو أقوى رجل في العالم شفنا مدى القوة اللي هو وصل لها في الأخير وكيف انهزم من أكاينو هزيمة الأكراء وكيف انهزم من البلاك بيرد حتى بينما لوفي فترة أقل منه شهور وصل لنفس المستوى المقارب منه يوم راح تدرب يعني إذا تقول لوفي حظه إنه تدرب عند الحين طيب إذا انضم أقوى رجل في العالم مع سفينة أوياجي فاشتبه أكثر من كذا الحظ يعني ويجي كان بدي يذبح بس قال لا انضمني عشان كانك ابني وحتى يوم ترى انه ولد روجر قال له ابيك خلك عندي وكل هذا كان اذا ايس محظوظ فلوفي محظوظ اذا لوفي محظوظ ايس محظوظ كلهم محظوظين الحظ ما له علاقه بالموضوع
لوفي كان عند العزيمة والإصرار أعلى وأقوى من إيس. فإذا أنت على فرضية السؤال نطلع مع بعض، لوفي راح يتجاوز إيس وراح يصل ملك القراصنة قبل إيس. السؤال اللي بعده نقول غالي أبو جاسم، أعتذر أبو جاسم أنت ما حددت سؤالك مانجا ولا أنمي، فأنا حولت مانجا لأن في تلميحات، أعتذر منك في إجابتك في المانجا. السؤال اللي بعده نقول الغالي علي لك يا محمد، والسؤال يقول قتال حتى الموت كاتاكوري ضد فلامينجو، من المنتصر؟ قتال حتى الموت كاتاكوري ضد فلامينجو، عبد الرحمن. الله تمام اوكي. طيب اكيد الاجابه ما اعتقد كثير راح يختلف عليها، اكيد كاتاكوري راح يكون منتصر. الاثنين عندهم ايقاظ، اثنين عندهم هكي ملكي، ولكن نيجي نتكلم عن المعطيات الثانيه، ايش بعد ايش عندهم؟ نشوف هكي التصلب حق كاتاكوري في مستوى اخر، نشوف هكي التنبؤ في ابعاد اخرى يا شيخ. كاتاكوري مستوى يعني يجهله اصلا دوفلامينجو، دوفلامينجو طاح من ضربه واحده من لوفي، لوفي قاعد 11 ساعه عشان ينتصر على كاتاكوري، فقتال حتى الموت ما في منازع لكاتاكوري في القتال هذا. نعم. سؤال اللي بعده لك يا ابو نعامي من اخونا الغالي ريان النجراني، ويقول لك يا محمد بعد الباص، بس السؤال موجه لابراهيم. هل يستطيع سانجي وزورو مجتمعين هزيمة لوفي لوحدة بالقوة التي ظهرت حتى الآن؟ أن افترضنا، يعني أنا قاعد أفترض أن زورو وسانجي مقاربين للوفي، أوكي لوفي يعتبر أقوى منهم هذا 100%، قلنا من قبل هذا مثلا 90 هذا يكون 85 أو 80، فلو اجتمعوا مع بعض نعم. إحنا شفنا من قبل حتى لو كان فيلر كان زورو يقاتل لوفي، يعني نوعا ما فيها تكافؤ، ف ممكن قدرة التحمل حقت لوفي أكثر، لكن أنا أشوف في الأخير حينتصرون اثنين لو تقاتلوا ضد لوفي. بس إنه يعني إذا إحنا نتكلم كقوة، أما كتيم ورك حقهم زفت فبين هزمه. والله يا فكرت فيها صدق، تيم ورك حقهم سيء، بيقول أنت وخرتي المزعج وخرتي المزعج بيجي هزمه. بالقوة اللي ظهرت حتى الآن نعم، هذا نعم يستطيعون مجتمعين التفوق على لوفي، خاصة أن في حدث اليوجن لما شاف زو عند لوفي الهك الملكي قال إن لم يكن يمتلكها فعليه أن يتنحى، وكأنه ما في فرق إلا هالشغلة بس بيني وبينك، يعني أو هالشيء اللي ممكن يخليني أسكت أنك تكون أقوى مني امتلاكك للهك الملكي. أنا أقول لك باللي ظهر، مش باللي ما ظهر، باللي ظهر نعم سانجي وزو مجتمعين يستطيعون القضاء على لوفي. تيم ووكهم كان من قبل يقتلون واحد من الباشافيستا، ما كان في تيموك، ومع ذلك داو يدكونه. سؤال اللي بعده لك يا عبد الرحمن من أخونا الغالي نصر الله، يقول هل سينتزع أود الخوف والجزع من قلب يسب في نهاية القصة؟ ومن سيكون خصمه في النهاية؟ والسؤال موجه لمحمد النعامي الخلوق. خذ يا والله هذا المفروض إنه يصير في نهاية القصة، ينتزع الخوف والجزع وإنه يكون مقاتل بحر شجاع، لكن للأسف اللي أنا أشوفه من أودا ان من شب على شيء شاب عليه، وانه ما حيغير هالشيء لانه هو مستانس على وضع اسب زي كذا، مع ان شيء احنا كان هنا بس اودا بيكمل عليه برضو. باس يماني يا مرحبا. طيب في نهايه القصه احنا شفنا الى الان اسب امتلك الهاكي التنبؤ، ففي نهايه القصه اسب حيكون عنده هاكي التنبؤ هذا متطور بشكل كبير، بحيث انه يعرف اللي قدامه ومقدار قوته، فبالتالي خوف اسب راح يظل داخله نعم، لكن ما راح يظهر عليه خوف، لانه اغلب اللي راح يقابلهم اسب في قوه اسب في ذاك الوقت انه كلهم اضعف منه، فما راح يخاف منهم، راح يطلع بالمظهر الهيبه، لكن لو طلع له شخص هو عارف انه هذا اقوى مني الا بتشوف اسب الخواص. في سؤالين حاليا من اخونا الغالي راشد وأخونا الغالي محمد السحيمي، نعتذر منكم الشخصيات كثيرة في السؤال، لن نقرأ السؤال، ارجعوا سألوا سؤالة جديدة، قللوا عدد الشخصيات، التزموا بشخصيتين ضد شخصيتين بس لا تحطون كثير. السؤال اللي بعده من أخونا الغالي وليد، سؤال موجه لمحمد النعامي، هو عندك يا عبد الرحمن بعد الباص، ولكن سؤال موجه للنعامي، هل من الممكن أن تخرج فاكهة شيطان في المستقبل تكون هي الشيطان نفسه، بحيث يكون الشيطان يملك قوة أسطورية وتمكن صاحبها من امتلاك هذه القوة، أو تكون هي الون بيس بحد ذاتها؟ لا مستحيل. أنا شك إن إبراهيم هو اللي داعم. راح يا عبد الرحمن، السؤال عندك يا عبد الرحمن. بس فوكس فوكسي فوكسي فوكس إيش يتوقع إني بعطيها إبراهيم؟ لا والله.
انا للامانه لا احبذ هذه الفكره لانها موجوده في انميات كثير يعني مثلا كبيره تشاكورا فيها ان الشجر الاخيره فما احبذ هذه الفكره ابدا اتمنى ان اودا يطلع لنا بشيء جديد فلا لا يا ابراهيم السؤال اللي بعده من اخونا الغالي عاصم القحطاني الداعم ال100 دولار رقيتكم زي مس هلا والله هم عنده سؤال بس يستحقون الدعم شكرا شكرا لك يا صاحبي كتب كلام جدا جميل على راسي وفوق السؤال اللي بعده يقول غالي زيرو فاكانو لماذا سؤال لك يا عبد الرحمن لماذا يلح شانكس على ماركو الانضمام لطاقمه هل بسبب فاكهته ستيب الله توقيت ممتاز وما في ولا احد عنده جولد هجوم عنده محمد عنده جولد طيب لا انا اشوف انه طبعا فاكهتها احد الاسباب وان فاكهة لكن هو معجب فيه كشخص مو بس ك يعني لان انا وجهة نظري الشخصية ان شانكس يعني يختار اشخاص بعناية مثل لوفي ترى لما يجي يختار شخص مو عشان قوته لا عاجبته فيه ميزة معينة مو عشان القوة بالحد ذاتها لا شخص مرح زي كذا اوه ده والله تعال نضم معنا فهذا اللي اشوف انه الفاكهة مو هي السبب الرئيسي احد الاسباب لكن شخصيه ماركو جو و يعني شخصيه ماركو هي السبب انا اشوف جولدن قول اي شيء قول اي شيء خلص اسلحتك جولدن فيتو لما شفنا مواجهه طاقم تيتش مع طاقم شانكس لقيت بينهم تشابه ان كل واحد فيهم عنده متخصص في نطاق معين عكس طاقم البيج مان مثلا عكس طاقم كايدو لا كل واحد عنده متخصص فانا ارى ان الموضوع له علاقه بمهارات وليس لشخصيه ماركو مهارات ماركو كمداوي والطيران الفاكهه ذكاءه هدوءه ادارته اشياء كثيره يتميز بها ماركو تكمل نواقص في طاقم شانكس فشانكس مهتم بالشخص من ناحية شانكس يدرس الشخص صح خلاص أنا أحتاج كذا أحتاج كذا أحتاج كذا أحتاج كذا أحتاج كذا أحتاج كذا وفي نقطة معينة في طاقمه راح يحتاج فيها ماركو قد يكون لأن ماركو يطير وشانكس ما عنده فاكهة تطير مرسول مرسول حلو حلو أنا لقيت أحلى كل يا ماركو احسن اجابه يا شيخ راح خلاص تفضل اذا قلت كذا خلاص خذ رايك غير متوقع الخاتمه يا محمد طيب كذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من الفيتو الممتعه جدا جدا معكم نشكر الحضور كله من بيته فوكس لا بعد منا شكرا لك على حضورك ضيف الحلقه اريغاتو غوزايماس ترى اول ضيف ترى اول ضيف يستخدم كل اسلحته نعم في النهايه قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا الاشتراك في القناه واللايك والشير ونشوفكم على خير